في ليلة من ليالي الشتاء الباردة، كان المطر يهطل بشدة معانقا الأرض التي اشتاق لها كثيرا بعد طول غياب. بدا البعض ممسكا بمظلة تحميه من المطر، والبعض الآخر يجري ويحتمي بسترته في هذا الجو البارد والمطر الشديد. هناك من بعيد يبدو رجل واقفا كالصنم بملابس رثة قد تمزق البعض منها، ثابت لا يتحرك، حتى يخيل للبعض ممن يراه من بعيد أنه تمثال. وقف الرجل شارد الذهن ودمعات تنهمر على خديه. نظر له أحد المارة باحتقار سائلا: ألا تملك ملابس أفضل؟ ثم وضع يده في محفظة النقود وبعينيه نظرة تكبر قائلا: هل تريد شيئا؟ فرد بكل هدوء: أريد أن تغرب عن وجهي. فما كان من السائل إلا أن ذهب وهو يتمتم تبا لهذا المجنون. جلس الرجل تحت المطر لا يتحرك حتى توقف المطر، ثم ذهب بعدها إلى فندق في الجوار، فأتاه موظف الاستقبال قائلا: لا يمكنك الجلوس هنا، كما أن التسول هنا ممنوع، رجاء لا تجلس. فنظر إليه نظرة غضب وأخرج من سترته مفتاحا مكتوبا عليه رقم B1. رقم 1 هو أكبر وأفضل جناح في الفندق، حيث أنه يطل على النهر. ثم أكمل سيره إلى الدرج والتفت إلى موظف الاستقبال قائلا: سأخرج بعد نصف ساعة، فهلا جهزت لي سيارتي الفارهة؟ صعق موظف الاستقبال: ما الذي أمامي؟ فحتى جامع القمامة يرتدون ملابس أفضل منه. ذهب الرجل إلى جناحه، وبعد نصف ساعة خرج رجل ليس بالذي دخل: بدلة فاخرة، رابطة عنق، حذاء يعكس الإضاءة من نظافته. لا يزال موظف الاستقبال في حيرة من أمره. خرج الرجل راكبا سيارته الفارهة مناديا الموظف: كم مرتبك؟ الموظف: 3000 دولار سيدي. الرجل: هل يكفيك؟ الموظف: ليس تماما سيدي. الرجل: هل تريد زيادة؟ الموظف: من لا يريد سيدي؟ الرجل: أليس التسول ممنوعا هنا؟ الموظف بإحراج: بلى. الرجل: تبا لكم، ترتبون الناس حسب أموالهم، فسبحان من بدل سلوكك معي في دقائق. وأردف قائلا: في كل شتاء أحاول أن أجرب شعور الفقراء، أخرج بلباس تحت المطر كالمشردين كي أحس بمعاناة الفقراء، أما أنتم فتبا لكم، من لا يملك مالا ليس له احترام، وكأنه عار على الدنيا، إن لم تساعدوهم فلا تحتقروهم، فالكلمة الطيبة صدقة.